بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء من داخل المركز الإعلامي بنقابة المحامين، بنقدم النهاردة فيديو بيهم ناس كتير إن شاء الله من السادة المحامين بل ومن المتقاضين أنفسهم. هنتكلم النهاردة عن موضوع يمكن كلنا تعرضنا ليه في مكاتبنا، وهو مسألة توزيع الميراث. بيجي لك سيدة تقول لك أنا ليا نصيب من الميراث عن والدي، واخواتي مش عايزين لا يبيعوا ولا يشتروا وما بيدونيش حاجه. او بيجي لك واحد يقول لك انا عندي ظروف وعايز ابيع ميراثي انا ومجموعه من اخواتي، لكن البعض الثاني بيرفض. هذا الموضوع للاسف الشديد من الموضوعات المهمه جدا اللي محتاجه تدخل تشريعي بقانون ذكي يتعامل مع هذا الامر. ليه بقى؟ رغم أن القانون نظم مسألة الملكية الشائعة وتوزيع الميراث بشكل دقيق ومحكم، ورغم أن المشرع قد وضع نصوص عقابية على من يحاول الاستيلاء على الميراث أو التركة لحرمان الآخرين منها، إلا أن هذا كله لم يفلح في الحد من هذه الظاهرة أو هذه المشكلة. عشان كده يعني هنتعرض بسرعة لأحكام المال الشائع، وبعدين هنقول في الآخر يعني إحنا بنطالب بإيه أو بنناشد المشرع إيه في هذا الأمر. حضرتك، المال الشائع في التركة شخص توفى وترك تركة وله عدد من الورثة. القانون نظم الورثة دول من حيث النسب، بمعنى من يملك الأغلبية، من يملك الثلاثة أرباع، أو كل واحد على حدة بيملك قدر بسيط أو نذر بسيط من التركة. فالقانون قال والله إذا كان هناك من يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع من الورثة، فدول المشرع اداهم يعني صلاحيات كبيرة في إنهاء حالة الشيوع، وده أمر منطقي وطبيعي. ما ينفعش يبقى ملاك الثلاث أرباع محرومون من ملكياتهم ومن ميراثهم عشان تعنت الربع أو رفض الربع التصرف أو التعامل مع باقي التركة. طيب، هنقول أول احتمال إذا كان الورثة هم المتفقون مع بعض، هم من يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع أو التركة الشائعة. من حق هؤلاء حاجتين: أن يقوموا بإدخال تعديلات جوهرية أو تغيير في أساس المال الشائع. الحاجة الثانية الأقوى كمان إن من حقهم إن هم يبيعوا كل هذا المال الشائع، ولكن بشروط. المشرع وضع شروط في هذا الأمر. أول شرط إن هم يكونوا بيملكوا الثلاث أرباع على الأقل. تاني حاجة إن هم يستندوا في رغبتهم بتعديل المال الشائع أو تغيير نشاطه أو تعديلات جوهرية فيه أو حتى بيعه إلى أسباب قوية أو حاجة ماسة للمال، أو أنه إذا ما ترك هذا المال الشائع دون تقسيم أو دون التصرف فيه فأن هذا يؤدي بمرور الزمن إلى انتقاص منه أو إلى إتلافه. يبقى معنى كده أن من المنطق أن يبقى فيه المصلحة العامة في الموضوع أن هذا المال يتباع. طيب، يروح يبيعه كده أو يتصرفه أو يغيره في المال؟ لا طبعا، لازم يعلنوا قرارهم بالتعديل أو بالتغيير أو بتغيير النشاط في هذا المال أو ببيعه حتى. لمين؟ للأقلية اللي هم بيملكوا الربع أو أقل. وطبعا في هذا الإنذار لازم يقول له والله أنا عايزين نبيع عشان مثلا عندنا ظروف واحد اثنين ثلاثة، لازم يكون في ظروف منطقية وقوية يعني تبرر طلبهم أو حاجتهم الماسة للبيع. في نفس الوقت هذا الإخطار أو هذا الإنذار أنا طبعا أرى أنه هو يبقى إنذار على يد محضر. القانون قال إعلانهم أو إعلان قرارهم، لكن لم يحدد الوسيلة أو الكيفية الذي يتم بها الإعلان، لكن أنا أرى
أنه من الأفضل أن يكون إنذار على يد محضر يتقال فيه إحنا هنبيع عشان كذا وكذا وكذا، وتقال فيه الثمن وتحط فيه كل التفاصيل، ولهؤلاء الأقلية أن يتخذوا قرارهم خلال شهرين. المشرع منحهم شهرين للتفكير واتخاذ القرار. القرار هيكون إيه؟ إما أنهم هيوافقوا الأغلبية اللي هي أغلبية ثلاثة أرباع على البيع أو التعديل زي ما قلنا، أو أنهم سيرفضون ذلك. إذا وافقوهم يبقى ممكن ما يردوش، لو ما ردوش على الإنذار خلاص يبقى دي موافقة ضمنية على عملية أو القرارات اللي خدها أصحاب الأغلبية اللي هم ثلاثة أرباع. أما لو مش عجبهم خلال الشهرين دول يتظلموا أو يعترضوا أمام المحكمة على هذا البيع أو هذا التعديل الذي ينوي أغلبية الثلاثة أرباع إجراءه على المال الشائع، وللمحكمة أن تقدر الحاجة في التصرف في التركة أو التعامل معها بشكل تغيير جوهري زي ما قلنا، اللي بيبقى من حقهم باعتبار لهم أغلبية الثلاثة أرباع. لكن أنا عايز أقول حاجة، أيا ما كان الأمر فهذه الأمور بتاخد وقت طويل. يعني تخيل أنت لو الأقلية دول هيعترضوا يعني معاد جلسة، يعني بعد كده ممكن يصار المواضيع فالمحكمة تندب في الغالب خبير. إذن فعنصر الزمن أو الوقت لن يكون في صالح الورثة. فلو أن هناك مثلا أشخاص عايزين يبيعوا عشان في حاجة مثلا عايز يزوج ابنه أو بنته أو عنده عملية جراحية هيجريها أو يعني في أمور بتبقى حالات خطيرة ومسة محتاج فيها المال اللي هو ورثه ده، لكن بطء الإجراءات في القانون وبالذات في أمور المال الشائع يعني تنبئ على أنه لابد من إجراء تعديل تشريعي ذكي يعامل هذه الأمور بشكل أسرع وأقوى وأكثر فاعلية. طيب لو أن بقى أغلبية أصحاب المال الشائع في التركة، يعني مش الثلاثة أرباع، أقل بقى بس 50% زائد واحد أو ما يزيد، لو أن الأغلبية دي عايزين يتعاملوا مع المال الشائع بيعملوا إيه؟ لهم الحق في إدارة المال الشائع الإدارة المعتادة. يعني إيه إدارة المال الشائع الإدارة المعتادة؟ يعني لهم إن هم يأجروه مثلا أو إنهم ينتفعوا ويستغلوه بشكل أو بآخر لصالح الجميع، لكن ما لهمش إنهم يحدثوا تغيرات جوهرية وأساسية في المال الشائع. يبقى هنا من حق الأغلبية إن هم يتعاملوا مع المسألة ولكن في حدود نظمها القانون. طيب لو أن مجموعة بيمتلكوا حصة، كل واحد بيمتلك حصة في الميراث على الشيوع ومختلفين جميعا كل واحد في اتجاه، يستطيع القانون، برضو أنا بتكلم في إطار قانون تنظيم المال الشائع، يستطيع أيا منهم أن يلجأ للمحكمة لتعيين من يدير هذا المال والاتخاذ اللازم في هذا الشأن. ما هو في أمور أحيانا بيبقى محتاجين فيها تدخل المحكمة لحل المسألة. طيب نقطة بسيطة جدا، ماذا لو أجر من يملك تلت المال الشائع المال لمن يملك التلت الآخر؟ يعني المال الشائع ثلاثة أسلاس، كل واحد تلت وتلت وتلت، واحد من يملك التلت أجر لمن يملك التلت الآخر، هل هذا الإيجار يسري في حق الورثة؟ طبعا إدارة معتادة، نعم يسري، لأن هما الاثنين مع بعض بيعادلوا كام؟ تلتين المال الشائع، إذن هما الأغلبية. من الصور العملية بقى اللي بنشوفها في عملية المال الشائع، قيام أحد الورثة بتأجير شقة للغير، يروح جاي كده مأجر شقة من المال الشائع، هو مش عارف نصيبه هيطلع فين أو المفرز الجزء المفرز بتاعه هيبقى فين، لكن بيروح مأجر شقة من المال الشائع لشخص غريب. ما حكم هذا الإيجار بالنسبة للورثة؟ بنقول أنه هذا الإيجار ساري لغاية ما تحصل القسمة، فإذا تبين بعد القسمة وقوع هذه الشقة في نصيب هذا الشخص اللي قام بالتأجير
فإن هذا العقد نافذا، أما إذا لم يقع في نصيبه فلا يسري هذا العقد في حق الورثة. برضو هنؤكد على إن الإجراءات الطويلة في هذه الأمور هي التي تسبب المشاكل. بمعنى إيه؟ لو واحد أجر شقة هتروح تقول له أنت مالكش حق إنك تأجر، يقول لك ما تقسم وتشوف هيطلع في نصيبه ولا لا. إذن أنت هتدخل في دعوة قسمة وفرز وتجنيد، وهذه الدعوة من الدعاوى الطويلة، لأنها لابد فيها من ندب خبير، من الدعوة التي يجب فيها ندب خبير. ما هيقسم إزاي الأرض؟ مش هيقعد يقسم، لازم خبير يقيس ويعين ويشوف المساحة ويشوف الوحدات ويشوف المكان ويشوف الورثة ويقسمه وكيف يمكن تقسيمه. إذن أنت أمام سنوات طويلة وماراثون طويل من التقاضي في المحاكم في ظل أزمة الورثة مع المال الشائع. طيب، هل يجوز لأحد الشركاء أنه يبيع حصة مفرزة؟ يعني واحد من الشركاء أراد أن يبيع حصة مفرزة، هل هذا جائز؟ هل يجوز لأحد الورثة أن يبيع حصة مفرزة؟ الإجابة نعم، يجوز لأحد الورثة أن يبيع حصة مفرزة حتى ولو لم تتم القسم، ده نص القانون. طيب، بعد القسم ايه اللي يحصل؟ هل هذا العقد اللي هو اللي باع، العقد البيع اللي باع بيه حصه مفرزه ده يسري في حق باقي الورثه؟ هنقول النص القانوني اللي بيحدد الحته دي. اذا وقعت الحصه المفرزه اللي باعها دي في نصيب اللي باع، فخلاص مفيش مشكله، خلاص هو باع حصه مفرزه وطلعت من نصيبه، فالعقد صحيح ونافذ ويسري في مواجهه الجميع. طيب، افرض الحصة اللي باعها دي لم تقع في نصيب من باع، ولكن هذه الحصة وقعت في نصيب وريث آخر، فما هو العمل؟ العمل هيكون بما يعرف بالحلول العيني. الحلول العيني يعني ايه؟ يعني ينتقل حق المتصرف اليه اللي هو اشترى ده من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف له. يعني انا اشتريت جزء مفرز وانا عارف انه ممكن يطلع في نصيب اللي باع لي ولا لا، ده معناه ان انا ارتضي بعد القسمة انه اذا طلع في نصيبه فالعقد ساري وصحيح، واذا لم يقع في نصيبه وانتقل الى نصيب شخص اخر فانا ملتزم ان انا اخد او احل مكان الشخص، يعني اخد الجزء اللي يخص الشخص اللي بعده، وده بيسموه الحلول ايه؟ العين. من ضمن برضو الحاجات اللي نظمها القانون وتعتبر من الامور المهمه جدا، انه يجوز لاي شخص من الشركاء في المال الشائع او الورثه اتخاذ كافه الاجراءات التي تحفظ المال الشائع. يعني لقى في مشاكل هيتدخل عشان يصلح حاجه، هيتدخل عشان ينقذه، فالقانون ادى الحق لاي من الشركاء ان يقوم بهذا الاجراء، وطبعا يرجع بما صرفه على باقي الورثه. خلاصه القول في موضوع الميراث والمال الشائع انه في حاله الاختلاف بيلجا الورثه الى دعوى القسمه والفرز والتجنيد. هذه الدعوه تستغرق في المحاكم وقتا طويلا، زائد بالإضافة إلى يعني هذا الأمر، فإن مصر من الدول التي تفتقد إلى الثقافة في تسجيل العقارات. بإحصائيات واضحة من المسؤولين عن الشرع العقاري ووزارة العدل، نسبة كبيرة تصل إلى 90% إن لم يكن يعني 90 او اقل شويه حسب تصريح انا سمعته قريب جدا. العقارات في مصر غير مسجله، كل واحد عندنا ثقافه التسجيل، بالاضافه الى ان التسجيل بيحتاج مصاريف عاليه جدا واجراءات طويله جدا، فالناس كلها بتلجا الى ما يسمى بصحه التوقيع. لكن هذا الامر للاسف الشديد لابد لنا جميعا من اجل تطوير هذا الوطن إن إحنا نناشد المشرع أولا وضع قوانين ذكية لحث الناس
وتشجعهم على تسجيل العقارات. كل واحد عنده عقار يجب أن يسعى إلى تسجيله، لأن في ذلك أهمية كبرى له وللدولة وللناس اللي هتتعامل على هذا المكان. وهذا الكلام يرتبط تماما باللي نقوله في حالة الشيوع، لأن التركة لو مسجلة فهذا الأمر سييسر كثيرا أمام القضاء في حل المشكلة، وسييسر كثيرا أمام الخبراء في إنهاء الأزمة. أما في الغالب فإن دعوى القسم والفز والتجنيب في غالبا القاضي طالما الملكية غير واضحة وغير ثابتة ففي الغالب بيتحكم فيها بالرفض للأسف. طيب تعالوا بقى نتكلم عن النص الذي استحدثه المشرع بتجريم كل شخص بيحاول أنه هو يستولي على التركة أو بأنه لا يسعى إلى إعطاق باقي الورثة حقوقهم في التركة. هذا النص هو نص طبعا إحنا يعني اعتبرناه من النصوص الطيبة الجيدة اللي هتساعد على إنهاء مشكلة الشيوع بين الورثة، لكن للأسف الشديد عشان المحكمة تحكم بالحبس أو بالغرامة في مثل هذه القضايا لازم تتأكد من الملكية. يعني واحد رايح يقول أنا إخواتي ما بدونيش نصيب، طب إيه أول حاجة يقدم إعلام الوراثة، تاني حاجة أعرف منين إن دي أصلا الأملاك دي بتاعتكم. فدخلنا في جزئية تسجيل العقارات، فتبقى هذه المشكلة لتقف عائقا في توزيع التركة، لتقف عائقا ضد من يحاول الاستيلاء على التركة. لذلك لابد من وضع قانون جامع مانع شامل ذكي يتعامل مع مشكلة المال الشائع بشكل أسرع وبشكل أكثر واقعية ليحمي الملايين ممن يتنازعون في المحاكم من أجل الحصول على نصيبهم في التركة. وكلنا طبعا عايشين هذا الموضوع في مكاتبنا ونشعر به تماما، فعشان كده حبيت ان المحاضرة دي تكون حوالين المال الشائع نظرا لأهمية هذا الموضوع. وان شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن المقترحات المنشودة التي نناشد بها السيد رئيس البرلمان او مجلس الشعب في انه يعني يحاول إيجاد القانون الذي نتحدث عنه لحل هذه المشكلة الكبيرة التي تواجهنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.